بون، السلام عليكم. جينا نحكيو على اليوم على فيتا فورم. هاو كيما راكم تشوفوا، انا على كل حال ما نخدمش بيه. واش هو؟ نخدم طبيعي، اكل الجبل، الحرايق، فولتاج حار، كالسيوم. هذا خوتي ماهوش محفز ولا للتهيج ولا هذا مكمل غذائي. كاين دي فيتامين يحتاج من العصفور باريزوم. دوك الناس اللي تبكل الفراخ شحا الحساسين ولا المقانن بالساك، هذا مليح. في دي فيتامينات في وقت الراحه، دوك رانا لو 26 نوفمبر، هذا مليح. ولا واحد يكون الفراخ تاعو فابلي ولا شغل قليل نشاط، هذا مليح. هذا ياكلو فيتا فورم، لا فورم يعني البنيه الجسديه، وشغل ومامطو فيها النشاط باسكو هو فيها فيتامين سي 2500 ميلي غرام كما راكم تشوفوا، وفيه كالسيوم وفيه فيتامين كما راكم دي 3. المهم اللي عنده فرخ فابلي، فرخ البنيه تاعو الجسديه ضعيفه، والناس اللي يشبك الزراعه تاعها ومتنوعش، هذا مليح خوتي. هذا مكمل غذائي باش الناس تفهم، ما راهوش محفز. والسلام عليكم.